جانب منتدى البحرين لحقوق الإنسان، جانب منظمة العفو الدولية، أيها الحضور الكريم، يسعدني في هذه المناسبة الكريمة توجيه الشكر والتقدير إلى منتدى البحرين لحقوق الإنسان لجهوده في إصدار التقرير السنوي بعنوان التعذيب سيد الأدلة، والذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بشكل موثق. كمنظمة تعمل في مجال الأعلام وبناء السلام، تشدد منظمة أعلام للسلام ماب على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية في جميع الدول العربية، لا سيما حق الاختلاف وحق التجمع وحرية الرأي والتعبير. ونذكر أنه لا يمكن بناء سلام مجتمعي حقيقي من دون ضمان حقوق الأقليات الدينية والإثنية والثقافية، كذلك حماية حق الفرد في الوجود والتفكير والتعبير. فلا سلام من دون حقوق الإنسان، ولا حقوق إنسان من دون وجود سلطات عادلة مسؤولة ديمقراطية تؤمن المساواة بين المواطنين وتحمي حرياتهم. وأيضاً نناشد الحكومات العربية بتأمين الأمن والاستقرار لشعوبنا من خلال احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما السياسية والمدنية، ونطالب الأنظمة الحاكمة بالالتزام بالمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان وتطبيق القوانين الضامنة لحقوق المواطنين والمواطنات. ندعو جميع المسؤولين السياسيين إلى القيام بواجبهم في حماية حقوق وحريات الأفراد والسهر على تأمين السلام والعدل في المجتمع. ونطالب السلطات السياسية بإيقاف كل أنواع العنف ضد المواطنين، عنف يبدأ من قمع التعبير ومنع التجمع والقيام بالمداهمات والاعتقالات التعسفية، ولا ينتهي عند الاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والتعذيب في السجون. كما ندعو في منظمة أعلام للسلام ماب إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين والصحفيات. ونطالب السلطات الحاكمة باحترام دور الصحفيين في نقل الحقيقة وتأمين سلامتهم للقيام بواجبهم. كما نناشد الأنظمة السياسية بتأمين بيئة ملائمة لأعلام حر مستقل ومسؤول، وإبعاد الصحافة عن التجاذبات المذهبية والمصالح السياسية والأجندات الخارجية، فتؤدي دورها الفعلي في خلق رأي عام واع ومؤثر بعيداً عن التحريض والتجييش والإثارة. من الضروري ممارسة صحافة سلام ترفع الوعي على أشكال العنف العديدة وتسلط الضوء على الممارسات السلطوية، كما تراقب الالتزام بالقوانين الدولية. ولا بد من تعزيز دور الأعلام العربي في حماية الحريات الفردية والحقوق الجماعية والكرامة الإنسانية للعيش بسلام من دون ذل وهوان. وشكراً.